مشردين انت بالتقرير تبعك. هي كنا يعني ما اقول لك مبسوطين، جايين من رحله عذاب، وانا برايي هي كانت رحله موت. يعني نحن ممكن طلعنا ما كنا بنعرف الشيء اللي بده يصير معانا، بس اللي شفناه كان سيء في بعض الدول وكان منيح. نحن اول ما دخلنا النمسا كانت امورنا تمام، يعني والجماعه استقبلونا بكل رحابه صدر، استقبلونا يعني وما قصروا باتجاهنا. هذا رايي حاليا. لأنه فعلا نحن قاعدين هون عم نحس حالنا نحن خجلانين، عم ناكل وبنشرب وبننام، ما عم نقدم شيء بالاتجاه، يعني حتى شغل ما عم نشتغل. فهالشيء بيخليك تحس بالخجل انت قدام الشيء اللي عم يقدموا لك اياه الجماعه.